والله الوضعية ماشية وتتأزم بكل أسف، احنا كل مرة وين نتقدموا شوية ويرجع الأمل باستخلاص الديون، وثم مجهود وقع على مستوى الحكومة السابقة لدى الأخوة في ليبيا، ولكن التصدع احنا ديما نقول احنا فريسة الوضع السياسي اللي قاعد يصير. أنا تصدع على الإجراءات وتسكير الحدود الإخرانية بالطبيعة هي ما تخدمناش وزيدت أزم الحال. أنا نوصل الموع من الديون اللي هي توا مرة وين نجيو نقربوا نحسوا روحنا وخرنا على خاطر ما تمناش، خاطر ما تعرف هي الديون احنا ما احنا وحدنا كمساحات ما عندناش قدرة باش احنا نجم نطالب بها. بالطبيعة اللي باش يعاوننا هي بالطبيعة الدولة نتاعنا، الحكومة نتاعنا معناها وزارة الخارجية على رئاسة الجمهورية على رئاسة الحكومة، هذا كله معناها مش قاعد يصير. قاعدين الأزمة هذه قاعدة تتطور والديون قاعدة تتزاد، فتقريبا توا فاتت تقريبا 170 مليار وصلنا تقريبا 10 سنوات معناها المساحات عايشة معناها ظروف ما اقتصادية معناها بائسة معناها صعبة جدا صعبة صعبة جدا، وزيد معناها تسكير الحدود، هذه تسكير الحدود اللي زادت على الطين بلنا معناها كما قلت أنت معناها سيلوكاو فريمون اون فيد دون لوكاو نو لي كلاكسون اكتويلمون فيد نو سولمون سون فيد مي اوني تريز انديتي انديتي انفير لا ليبي انديتي زيد انفير لاكنام هي بوضع بحكم وضع الصناديق الاجتماعيه اللي هي في وضع خايب، الصندوق القومي للتامين على المرض مش قاعد يستخلص منها في مستحقات، وبالتالي هذا اثر على مصدي الخدمات الصحيه 170 مليار على مدى 10 سنوات بالنسبه الى ليبيا. قديش ديون المساحات لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض؟ والله لدى صندوق معناها انا نقول لك عندنا ديون ترجع ل 2015 الحجم الكامل ما عنديش، اما نتصور تفوق 120 مليار فهمت، وهذا معناه ياثر خاطر 40 تقريبا 40% بالنسبه من رقم المعاملات بالنسبه للمصحات يصير مع الصندوق، تقريبا عندنا بالنسبه لمرضى الاجانب تقريبا عندنا 40 50% من رقم المعاملات هي مرضى اجانب واجملهم 70% منهم اخوه ليبيين تسكر علينا ليبيا بطبيعه زاد يزيد معناها شو اسمه انا ازماتنا من اول الدنيا، انا عندي عمر خاص معناها كبير في السن، ربي يطول في عمرك ان شاء الله ربي يحفظك عايشك، ولكن عشنا في تونس ممكن انت تتفكر شويه كل الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه في تونس تبدا معناها بمشاكلنا مع ليبيا، كلما صارت لنا مشكله مع ليبيا الا هذه اثر تاثيرا كبيرا على الاقتصاد التونسي وعلى الامور الاجتماعيه. احنا دوما نعيشوا منا ازمه سياسيه منا، والازمه السياسيه اثرت كبير على علاقاتنا مع ليبيا، الشيء اللي خلى منا توا منا واحنا مطالبين احنا كل يوم الاخوه الليبيين يطلبوا فينا ونحبوا نجيو ندويو معناها، ولكن وزاره الصحه بطبيعه ما تعطيش خاطر الوضع الوبائي يفرض علينا باش ان وزاره الصحه تعطينا بالترخيص باش نستجلب نرخص المرضى الليبيين يدخلوا تونس. هذا وقع توقيف العمل به منذ تو اكثر من 3 اسابيع، والحاله تقريبا 20-30% تقريبا طاقه الاستيعاب اللي قاعده نخدموا بها 70% منها ما تماش مساحات فارغه، وعندنا بطبيعه تعرف لي شارج معناها هما بيدهم معناها البيرسونيل معناها قاعد يدور في صعب ومش قاعد يخدموا، التكاليف معناها التسيير معناها بعضها معناها امور ما تعجبش بالكل، وربي ان شاء الله يفرج علينا. قدمت بمقترح الى المكلف بتسيير وزاره الصحه في اطار كلمت سيد وزير الصحه مشكور كذا وعلمته فهمتني، كنت نظن ان الامور باش تتحل معناها في بدايه الاسبوع عندها تو اسبوعين التالي، ولكن ما صار شيء، كتبت له مكتوب رسمي علمته به بالوضع اللي موجودين فيه احنا، ما جانيش خبر، ما عنديش ردي لحد اليوم.